عاجل وفاة الناشط اللبناني محمد الرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردنا خبر مؤسف قبل قليل عن الناشط اللبناني محمد الرز. تداول ناشطون سعوديون على مواقع تويتر اليوم خبر وفاة الناشط اللبناني محمد الرز، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء. وبحسب التغريدات المتداولة على تويتر، فقد عرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للمملكة وأراءه ووقوفه ضد الإعلام المعادي والحملات التشويهية. كان آخر منشور للناشط اللبناني محمد الرز صورة له من أمام الكعبة المشرفة معلقا عليها: اللهم تقبل مني، داعين الله أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز.